ثمة تقسيمات في القرآن الكريم المهم الالتفات إليها، وإن كان قد التفت المفسرون من قبل إليها بشكل أو بآخر، وهو الكلام عن علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وهذا البحر اللجي من المعاني. هنالك علم يقين أن يكون الأمر علميا نظريا، وأن يكون هذا التيقن تيقن معرفي، تيقن عرفاني، تيقن مازج بين العقل والقلب، تيقن العلماء وتيقن أهل العرفان وأهل المعرفة. ثم أن يكون اليقين تحقق عين ومعاينة وتحقق ملامسة، وأن يكون اليقين تحقق حقيقة وكمال حقيقة، أن يكون ذلك على أكمل وجوهه، فيمتزج العلم بالمعاينة، فيفهم من يعاين ما يعاينه، ويرى من يوقن بعقله وقلبه ما اعتقد فيه، فيمتزجان فيكون حق يقين. علم اليقين ضمن هذا الباب كفرع من علم اليقين الأكبر هو ثبوت ورسوخ الإيمان والتثبت العقل والقلب أن الله حق، يقين بالإيجاب الوجود، وأن ما خلق الله حق، يقين بالإيجاد، سواء الذي غاب عني، غاب عن عين الإنسان، أو الذي ظهر له وتبدى له من ذات هذا الوجود. يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ينتفي الريب من كتاب القلب وكتاب العقل، ويؤمن الإنسان إيمانا راسخا، ويصل إلى مرتبة التحوز الرباني، أي أن الله يحيزه ويعطيه من عنده من فضله علم يقين. علم اليقين وإن كان يبلغ بالنظر والمشاهدة والتثبت، إن لم يفتح الله سبحانه وتعالى الباب لا يمكن أن يكون هنالك علم يقين، فهو تفضل من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن سلك له أبوابا وجعل له سبلا وطرقا وطرائق حتى يبلغ الإنسان من هذا العلم. أما الذي يعاين الأمر بعينه، بعين اليقين، فهذا ينظر ويرى، وبعضهم قد يصدم ويتيقن أن الذي كان كتابة والذي كان آية والذي كان كلاما بلغه رسول الله عن ربه إنما هو حق، وهذا عين يقين. أما حق اليقين فهو امتزاج العلم بالمعاينة، فقد يعاين مرء ما لا يفهم، وقد يوقن مرء آخر بعقله وقلبه ما لا يعاين. نحن لا نرى الجنة، ولكن أهل اليقين يوقنون هنالك جنة.